مبادرون هي شركة مدنية بتحمل مسؤولية مجتمعية وبتشتغل ضمن رؤيتها بناء الثقة والتفاهم لدعم التعايش السلمي واستدامته، وهذا الشيء من خلال عدة خدمات بتقدمها، أنشطة ومشاريع بتساهم بدورة برفع الوعي والدعم المجتمعي لتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب وللتنمية وبناء السلام. ولأن بمبادرون من آمن بضرورة الاستجابة للأوضاع الراهنة اللي منمر فيها بالشكل الأمثل، وخاصة موضوع جائحة فيروس كورونا المستجد، عم نشتغل لنقدم برامجنا التدريبية أونلاين لحتى نستمر بتمكين الأفراد والمجموعات من معارف بتوائم احتياجاتهم المحلية، ولنمكنهم من الاستمرار بأدوارهم بمجتمعاتهم وبنطاق أعمالهم المختلفة اللي هن موجودين فيها. برنامج القيادة بيهدف لتطوير شبكة من الأشخاص القياديين يلي عندهم أهداف وقيم مشتركة مرتبطة بإحداث تغيير إيجابي بمجتمع. هذا البرنامج بيشجع الأفراد على اكتشاف أنفسهم واكتشاف المجتمع من حوله، بيعطيهم الأدوات اللازمة وبيمكنهم من أنهم يتغلبوا على التحديات يلي بتواجههم. وهذا البرنامج قابل للتطبيق على مناحي الحياة كافة، الفردية، العائلية، المؤسساتية والمجتمعية، وحتى على مستوى العالم. وهذا البرنامج بنسخته الافتراضية صار هلأ موجود على الموقع الرسمي لشركة مبادرون،